يقول: ما نصيحتكم للشاب الذي يمارس العادة السرية؟ يتوب إلى الله، لأن العادة السرية حرام، استمتاع بغير ما أحل الله، عليه أنه يتوب إلى الله من هذه العادة القبيحة، لأنها معصية واستمتاع بغير ما أحل الله. الله لم يحل الاستمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير ذلك من الزوجة أو ملك اليمين، واستمتع بغير الزوجة وملك اليمين، فهو من العادين، أي المتجاوزين من الحلال إلى الحرام. نعم.